اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة مع جهاد. تعددت الظواهر الاجتماعية وانتشرت بشكل مبالغ فيه، بس مش هنقول ان الظواهر المجتمعية دي مثلا كلها اثار سلبية، لا، في منها ايجابي وفي منها سلبي. ايجابي مثلا زي مساعدة المحتاج، اكرام الضيف، زي قنوات كتير في اليوتيوب بتقدم محتوى هادف، مضمون المحتوى ده نفسه اللي هو جبر الخواطر، ده اثار ايجابية. طيب في منها الآثار السلبية، زي مثلا التدخين، زي تعاطي المخدرات، زي مشكلة كبيرة احنا بنواجهها وانتشرت جدا، اللي زي الطفل مثلا الرضيع اللي فضل 9 أيام من غير أكل وشرب وتحلل، زي برضو الأم اللي رمت أولادها في النيل، انتشرت حالات كتير برضو تحرش. مش بس كده، لا، مشكلة كبيرة بتواجه المجتمع كله، اللي هي عقوق الوالدين. وعشان كده هيكون معانا النهارده الشيخ عبد الغفار عبد العاطي، إمام بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا وسهلا وسهلا يا بحضرتك. فندم. طبعا انتشرت سلوكيات وظاهرة، حضرتك أكيد سمعت وشفت الفترة اللي فاتت دي، الطفل الرضيع والأم اللي هي رمت طفلها في النيل والتحرش، حالات كتير انتشرت. مش هنقول إن احنا ما كناش بنسمع عنها قبل كده، بس زادت. تمام. وعقوق الوالدين دلوقتي برضو، بالنسبة لعقوق الوالدين، زي مثلا الفيديو اللي انتشر اللي هو الأب أو الابن اللي خلى مامته زحفت على السلم. طيب عايز أعرف بس من حضرتك، إزاي بيتحاسب عند ربنا؟ والله الاول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ثم اما بعد، عندنا حاجه اسمها بر الوالدين وحاجه اسمها عقوق الوالدين. تمام. بس لما نيجي نتكلم برضو عشان ما نبقاش قاسيين على الابن شويه ان هو يعني بيعق والدينه، في حاجه اسمها عقوق الوالدين وحاجه اسمها عقوق الاباء للابناء، برضو تمام. عشان نبقى في جانب الانصاف. بتبدا المراحل دي كلها باختيار الزوجه. في واحد راح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكى له عقوق ابنه وعدم بر ابنه بيه، فسيدنا عمر احضر الولد قدامه وجابه. ابوك بيشتكي منك ليه؟ قال له يا امير المؤمنين، معلش يعني انت راجل منصف، هنتكلم بالبلدي كده، ولكن انا بس بسال، هو كله على الابن، مفيش حاجه على الاب؟ مفيش حق للابن على ابوه؟ قال له طبعا في حق للابن على ابوه. قال له ايه هو؟ قال له اول حاجه ان يختار له اما، تاني حاجه ان يختار له اسما، تالت حاجه ان يحفظه الكتاب القران الكريم. والعلماء لو احنا رجعنا الحاجات دي كده، اول حاجه الاب اللي عاوز ابنه وبره، اول حاجه خالص اختار الام الكويسه، لأن الأم زي ما قال شوقي، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق من نسب. فاختيار الأم دوت في حد ذاته أول حاجة في مراحل بر الأب بابنه، الزوجة الصالحة اللي هي الزوجة الصالحة اللي قالها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة اسم حلو. قال له يا أمير المؤمنين، أبويا اختار أما كانت عند مجوسي قبلها، يعني كانت أما مش حرة. تاني حاجة سماني جعلا جعلا، والجعل هو الجعران هو انفسه. وثالث حاجه لما يحفظني القران. فسيدنا عمر بص للاب كده وقال له اذهب يا رجل، فلقد عققت ولدك قبل ان يعقك ولدك. هي المشكله هنا. يعني نفهم اني مثلا، يعني نفهم من القصه دي اني مش بس يعني العقوق ده يعني على الاباء بس، ده كمان على الابناء، على يعني الابناء هما الاثنين. يعني مثلا لو هل التربيه او التمييز ما بين الابناء في الصغر مثلا بيكون هو سبب او احد اسباب العقوق؟ والله بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا بس بالترتيب كده عندي الابن الاول، الاب بيربيه، الابن الثاني اخوه الاولاني اللي بيربيه. طول ما احنا ماشيين كده العيل الاولاني بيتربى من ابوه، بيعمل كل سلوكيات ابوه بيقعد كذا بيقعد زيه، حتى تلاقي الاب لو لبس نظاره بيلبس نظاره. الولد الثاني بيقلد اخوه الكبير، حتى الولد الثاني دايما اخوه الكبير يشتكي كل ما اعمل حاجه يقلدني فيها. ليه كده؟ هي كده، هي تربيه عملي، اقرب حد ليه هو فلان بيقلده. طيب نبص كده، نرجع تاني لسيدنا عمر ونرجع للعلماء. اول حاجه خالص، اول الولد ما يتولد، اول بر بيعمله الاب لابنه ان يعمله عقيقه. والحته دي مهمله جدا فيه، دي من السنن اصلا. احنا دلوقتي ما اذا قامت بدعه ماتت سنه، فبدعه السبوع طلعت ماتت سنه الايه؟
سنه العقيق. سنه العقيق وهي دي حاجه جميله جدا، الولد شاتين والبنت شاه. اول حاجه بعملها لابني، بس في ناس مش في مقدورها ان هي تعمل عقيقه، ما ديت يعني بقى خلينا بقى نتكلم دي مع دي مع دي, دي كل. بتيجي معانا في الفقه بتاعنا. انا قدامي 7 ايام، اليوم السابع او ال 14 او ال 21 او اي يوم في العمر. طب ايه دور العقيقه؟ دور العقيقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقه. مرتهن يعني ايه؟ العلماء اتكلموا في مرتهن، قال لك مرتهن عن الشفاعه لوالديه يوم القيامه. مرتهن يعني ممكن يطلع مش بيعق، مش بيبر ابوه وامه بيعقهم. ليه كده؟ لان الاب ما عملش اللي ليه عشان ياخد اللي عليه. ما هي دينه بيترد. معادله بالظبط كده. زي ما انا مطلوب مني وانا صغير خالص في اللفه، صغير مش لا املك من اي حاجه في حياتي خالص، ولا اقدر اشرب ولا اكل ولا اي حاجه، لسه مولود. تمام. المطلوب من الاب يعمل ايه؟ ياكل ابنه ويشربه وياخد باله منه ويراعيه. تمام. طيب لما الاب يكبر بقى هو كمان في السن الكبير، مطلوب من الابن ده ان هو يراعي بالظبط كده. والده. يبقى هي قاعده وبتترد. هل انت بريته وهو كما صغير تدين عشان تدان. يبرك؟ ما هي كده، كما زي تدين حضرتك ما تدان. بتقولي كده. فهي هل انت بريت هنا عشان تتبر هنا؟ دي النقطه الاولانيه. طيب نيجي بقى، الولد اتربى واتربى على عادات وتقاليد، شاف ايه؟ شاف ابوه بيبر امه اللي هي جده الولد عشان هو يعمل كده؟ ما هي دي نقطه مهمه. الولد الصغير لو حضرتك انت قدام ابنك كده، جيتي على ايد والدتك وبوستيها، اول ما دخلت باب البيت عند والدتك كنت واخداها عند جدته، ورايحين اول ما دخلت فتحت الباب رحت موطيها على ايديها بايساها. انت اول ما تدخلي بيتك ابنك هيجي عليكي يبص ليكي. ليه؟ شافها عملي. ما دام شافها عملي يبقى هيطبقها. يبقى ايه؟ هي قدوة لي بالنسبة لي، والده ووالدته ده بالظبط قدوة لي. كده، بالظبط كده. فهي بتبدأ من هنا القدوه. انا دلوقتي بعالج ان انا عاوز يبقى المجتمع كله عنده بر. طب ما انا ابدا بنفسي. ما هو بيقول لك مشى الطاووس يوما في اختيال فقام فقلد مشيته بنوه فقال علام تختالون؟ قالوا لقد فعلت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. اللي انت بتعمله احنا بنعمله، احنا صوره ليك. ما ينفعش اقول لابني ما تشربش السجاير والسجاره في ايدي. صح. ما هي دي اول تربيه العملي، انا فقد بعمل الشيء ايه؟ لا يعطيه. الله يفتح على حضرتك. فهي بتيجي من هنا. طيب نقطه ثانيه، انا بدات التربيه وفي عندنا كتب دلوقتي في كل سنه من اعمار الاولاد ازاي تبر ابنك، ازاي تعلم ابنك. سيدنا عمر حلها وقال لنا لاعب ابنك سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم عدو او صديق. عمرو بن العاص قالها بطريقه ثانيه، لاعب ابنك سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغائب. يعني خلاص 21 سنه فكده بيبقى ايه؟ عاش ولعب وعمل كل حاجه. طيب هو قلة الوازع الديني سبب من يعني سبب في عقوق الوالدين؟ أنا لسه بقول لحضرتك الأب بيصلي الولد بيصلي. الأب ما بيصليش الولد ما بيصليش. أنا ببر أبويا وأمي. بس في ناس ابني في أسر مثلا أو يعني أسر أب أو أم مثلا بيكونوا بيصلوا أولادهم مش بيصلوا. مش شرط على فكرة، ده مش أساسي. تمام. يعني في ناس في أب وأم بيصلوا أولادهم مش بيصلوا، في أب وأم مش بيصلوا أولادهم بيصلوا. تمام. ما هي لا دي ديت هتخرجينا حضرتك لحاجه ثانيه، باب القدوه. والقدوه ديت بتبقى زي ما قلت لحضرتك في الاول برضو قدوه بالفعل وليس القدوه بالقول. فقدوه الفعل ديت انا شايف والدي ما بيصليش، طب انا اصلي وانا امره بالمعروف. انا امر والدي بالمعروف. طيب والدي بيصلي، انا ايضا هنا ما عنديش حجه ان انا ما اصليش، لان انا شايف والدي بيصلي فانا حجتي ايه؟ يبقى القدوه الحسنه موجوده. فدي هتجيبنا لباب القدوة. احنا بنتكلم في العقوق. انا دلوقتي كشخصي انا عاوز ابر والدي، عاوز ابقى كويس مع والدي. نشوف كده الصحابة كانت بتعمل ايه. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه طبق القول العملي اللي ان اشكر لي ولوالديك. كان سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه يعدي عند بيت امه يخبط عليه، السلام عليك يا امي. يقول له عليك السلام يا ولدي. يقول لها أشكرك يا أمي على أن ربيتيني صغيرة. ترد هي على عين نورة تقول له إيه؟ وأشكرك يا ولدي على أن بررتني كبيرة. شكر إيه؟ عملي. لأن سيدنا ابن عباس قال لنا جملة جميلة قوي، قال لنا جاءت في القرآن 3 آيات مقرونات بثلاثة. أول حاجة يعني كل حاجة فيهم ملتصقة بالتانية، ما ينفعش أعمل حاجة والتانية لأ. أول حاجة خالص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل منه.
تاني حاجة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لا يقبل منه. تالت حاجة أن أشكر لي ولوالدي، ولوالدي. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. هي بتبقى عملي، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لا هو أنا بس حابة يعني أستمع من حضرتك على حاجة معينة. اتفضل. هو ممكن مثلا الأب والأم بيبقوا عاملين اللي عليهم مع أولادهم، تمام. وبرضو أولادهم بيعوقوه، فده هل ده ممكن يكون ابتلاء من عند ربنا؟ ما ممكن ربنا بيبتليك في صحتك، ممكن يبتليك في أولادك، ابن من أولادك، ما ممكن واحد صالح والتاني عاق. دي بترجع لنقطة مهمة قوي وعانى منها ناس كتيرة جدا، منها الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، ألف 9000 كتاب، وألف كتاب لابنه اسمه يا ولدي أو يا ولد. فكان ابنه دوت كان اسمه علي، وكان ولد عاقي جدا بيه، وحتى يعني بعد ما مات حرق كتب أبوه، ضيع علم كتير جدا. فهو بيبقى بلاء، والبلاء دوت بيبقى حاجة من اتنين، يا إما الولد دوت كان فيه بقى حاجة، الوالد ده كان في حاجة من صغره كان بيعق أهله بيها، فربنا بيردها له تاني. لأن دي عندنا، بص حضرتك، سيدنا إبراهيم هنضرب بيه مثلا، بينصح والده بيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، بيكلمه في باب البر بالوالد أهوت، وباب الطاعة وباب عبادة الله عز وجل، قالها له 4 مرات لا تعبد الشيطان، بينصحه لله. قال له إيه؟ يا أبتي. تمام كده؟ تمام. ومع ذلك الأب ما استجابش، كان من اهل النار والعياذ بالله. لما جه ربنا حب يورينا ان الكلمه في بر الوالدين بتترد تاني، راح قايل لنا ايه؟ لما جه سيدنا ابراهيم بيقول لابنه هذبحك، قال له ايه؟ يا ابتي افعل افعل ما ما تؤمر. تؤمر به. اذا فلم تنتهي صفحات المصحف حتى ردت الكلمه لابراهيم، عشان ربنا يعرفنا ان حتى ديت بتترد، كلمه في بر الوالدين بتترد. مره كنت في المسجد وجالي واحد ضخم كده شويه من الناس المليانه ولحيته كبيره، وكنت بتكلم عن بر الوالدين في خطبه الجمعه، فجه نده علي قال لي يا شيخ لو سمحت عاوز احكي لك حكايه معايا حصلت عشان تبقى تقولها للناس وتعرف ان بر الوالدين بيترد وعقوق الوالدين بيترد، وبترد دنيا واخره في الدنيا في اكتر. الدنيا. اه والله. فقلت له اتفضل. قال لي في يوم من الايام كنت زعلت مع ابويا، بيحكي لي عملي، في يوم من الايام زعلت مع ابويا، فمن زعيقي معاه واتنرفزت عليه رحت ماسكه من دقنه وشده ونازل بيه على السلم، وابويا مديني نفسه، ابويا بيقول لي شوف انا عرفتي. طويل وجرم ازاي، ابويا اطول مني وانا طالع له، ابويا مليان وجسم عالي قوي، فبيقول لي روح تجره من دقنه وماشي بيه على السلم، نزل معايا من الدور الخامس للدور الثاني، يا الله عمال يشد فيه وابوه نازل معاه نازل معاه نازل معاه، لغايه لما الدور الثاني جه ابوه وقف يحاول يشد مفيش، الله المستعان. فبيقول له، بيبص له كده قال له بص بقى يا ابني، انا جريت ابويا من الدور الاول للشارع وانت جريتني من الخامس للثاني، كده ابويا خد حقه. إذا فإيه؟ اتردت. سبحان الله. كتير جدا مننا بيغفل وفاكر إن القصص اللي بنحكيها في بر الوالدين ديت زمان، كان زمان وجبر، حاجة خلصت، ده كان أيام الصحابة والكلام ده. دلوقتي ما بتتردش، لا والله ما زال الله في القرن 21 يستجيب الدعاء للأم على ولدها. في القرن 21 يرد الله سبحانه وتعالى الفعل الذي فعله الولد في والدها. وهي في النقطة دي في حاجة برضو، إن الأم بتدعي أدعية يعني دعاء كتير على أولادها أصلا غلط، إن ممكن أنت يكون ساعة استجابة ربنا بيستجاب في ابنك، تقول ترجع تقول أنا مش قصدي. ما هي دي دي طب ما دي كارثة تانية. طب هقول لحضرتك على موقف حصل برضو. عندنا ولد فجأة كده أصيب بالسرطان، جاله ورم سرطاني خبيث في ظهره. تمام. فالولد كل المنطقة تأثرت بيه ومات، ما خدش شهر ومات. ففي يوم عدى على والدته كده ندهت عليا قالت لي انا عاوزك في حاجه مهمه، قلت لها خير؟ قالت لي ابني في يوم من الايام قبل ما يموت بشهر ويومين كده، قلت لها اه، قالت لي كان واقف في الشارع واخوه الصغير عمل حاجه ضايقته، راح ضرب اخوه الصغير، فاخو الصغير جاي بيشتكي لي ياما ده حصل كذا كذا كذا، فرحت اقول له ازاي تضرب اخوك؟ قال لها انت بتبدعي عليا، وقام تقفي تضربها بالقلم، ده ابنها. تقول لي والله يا شيخ، رحت رافع ايدي في السماء وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فلان. تقول لي تاني يوم لقيته نايم بين ابوه مش راضي يقوم، في ايه؟ حاجه ظهر وجعه، نكشف عليه ورم سرطاني خبيث، ما خدش شهر ومات. لا حول الله. فسبحان الله رب العالمين بتترد، وبتترد باقصى سرعه، وفعلا يعني من الذنوب اللي بتترد الواحد على حياه عينه وفي حياته فعلا بر الوالدين وعقوق الوالدين والزنا بيترد على طول. هو معروف ان عقوق الوالدين بيترد في الدنيا والاخره، بس برضه. انا عايزه عشان تبقى حتى عبره لاي حد بيعوق والديه،
عقابه في الآخرة بيبقى ازاي؟ لا، عقابه في الآخرة ده صعب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم العقل والدين. وقال لنا برضو ثلاث حق على الله أن لا يدخلهم الجنة، منهم عقل والدين. وثلاث حق على الله أن يدخلهم النار، منهم عقل والدين. فلو بصينا للشخص دوت يعني لا، ده حاجة صعبة جدا. يكفي ان هو من اهل النار، يكفي ان هو لن يرد على جنة. ليه كده؟ لان شوف الايه بتقول لنا ان نشكر لي ولوالديك، ربنا رفع قدر شكر الوالدين بقدر شكره هو سبحانه وتعالى. فدي عقابها صعب جدا عند ربنا. في ناس بتودي اباها يعني دار عجزه، فده نوع من العقوق، ولا في ناس شايفاه ان هو تصرف متحضر؟ يعني انا مش عارفه ازاي، بس هو بعض الناس بتعتقد ان هو ده حل عملي، تقول لك انا اللي بيقول انا مش فاضي انا مش عارف ايه الكلام ده. ففي ناس فعلا كتير وانتشرت كتير اللي هي موضوع ان الناس بتودي ابائها يعني والديها دار عجزه. والله فراي حضرتك ايه فيهم؟ والله رايي حاجه، وراي الدين برضه، راي الدين ان اما يبلغن عندك، الكبر عندك، خلي بالك من الكلمه دي، كلمه زمنيه، ظرف مكان، عندك في بيتك، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. فهي ديت المشكله، ان انا لازم يكونوا في بيتي، انا مش فاضي، مراتي فاضيه، انا مش فاضي، اولادي فاضيين. انما ان انا احطها كده يعني، جزا الله خيرا امراه من النساء جه في يوم كانوا في قافله ماشيين في الصحراء، فجوزها بيقول لها ايه واحنا ماشيين كده وامي معانا، هو عاوز يرضي زوجته، فاكر ان زوجته كده هتبقى سعيده يعني ان هو يسيب امه في اي حته ويمشي يعني، او يبقى فاضلها لوحده بطوله يعني. فجزا الله خيرا قال لها واحنا ماشيين بالقافله هنريح، اما نركب ونمشي نعمل ما خدناش بالنا من امي ونمشي ونسيبها على الجمل بتاعها. فقالت له بس في حاجه، قال لها ايه؟ قالت له هسيب ابنك معاها. لا ليه؟ قالت له عشان ما يعملش فينا كده لما نكبر احنا. فشوفي التربيه بتقول له، بتوعيه، بتقول لا خد بالك، دي زي بتقول عليها كده في الفلاحين قرصه ودن، بتقول له لو ابنك شافنا وجي معانا لما نكبر هيشيل لنا فين؟ في الذاكره بتاعته، لما يكبر هيعمل معانا كده زي ما عملنا معاه. رحم الله الأم التي سهرت على ولدها. يعني والله سبحان الله رب العالمين، الواحد فينا لو عارف قيمة أمه ديت، تعال نروح مع بعض كده عالم الرحم، والطفل لسه في رحم أمه كده، ربنا موفر له غذائه بكل، الأم تاكل الولد يتغذى. طب الأم ما كلتش، الولد بيتغذى برضه؟ لا بيتغذى ازاي بقى؟ قال لك في غدد بتذيب عظم الام واسنانها عشان تحولها لايه؟ لطعام ياكله الولد ويعيش. دايما كنا بنسال ايه لازمه الحد السري او مكان السره اللي في بطننا ده؟ قال لك ده دوت اكبر دليل من ربنا سبحانه وتعالى عشان يفكرك بامك على طول. انت اساسك جاي من امك. امك دي هي الاساس، امك دي عظامها دابت عشان تاكلك، فالمفروض انت تذوب حبا فيها. بس للاسف الحبل السري موجود واحنا موجودين، وكل ما الواحد بيستحمى ولا عادي مش مشكله، مش فارقه معاه خالص، مع ان ربنا حاطه جوانا لسه عشان الواحد يتذكر امه، ودايما يحط في دماغه ان هو دي اساسه، هي دي امه اللي هو كان بياكل منها او كان بياكلها، ما هو ما كانش بياكل منها خالص، ده كان بيدوبها. لذلك تلاقي الامهات يعني لما تكبر سنانها وجعها وبتقع، وعظمها مش مستحمله خالص، وظهرها طول النهار تشتكي، والعيال يتريقوا عليها يعني انت عجزتي بدري. سبحان الله. في انتشرت الخلافات الأسرية، هي موجودة في كل البيوت، تمام، بس انتشرت برضو الخلافات الأسرية ما بين الآباء والأمهات مع بعض. طب الولد أو الابن في الحالة دي بيعمل ايه؟ لأن في مشاكل بتوصل للطلاق، فالعيال هم اللي بيتظلموا في النص. ما هي دي المشكلة الكبرى، دايما بنقول يا جماعة اشكيلي مني وما تشكينيش للناس، وما تفضحنيش قدام عيالي. الأوضة موجودة ندخل نتناقش فيها بصوت واطي، ناخد ندي ايه، طيب الا نحل حياتنا كده مع بعضين، وامرهم شورى بينهم. انما قدام الاولاد، قدام المسمع والمرأة، العيل هو اللي بيعاني في الاول وفي الاخر. حتى دلوقتي من الحاجات الفنية في الكليات العسكرية لما يلاقوا فيه كشف اسمه كشف الهيئة، فبسأل ليه كشف الهيئة ده؟ قالوا بنشوف الولد ده ابوه مستقرين ولا لا. لو الاب والام مرتبطين وبيت متواصل وكويس، لا خلاص خليه يقبل. انما لو الاب والام مطلقين، لا احنا مش عاوزين، مش ناقصين. عشان كده نقول يا ريت الخلافات الاسريه دي تبقى بعيد عن الاولاد.
يا ريت تبقى بعيد وما تطلعش خارج نطاق اوضه النوم. الأسرة. لا اوضه النوم تطلع مش قدام الولاد، الولاد ما يشوفوش. الولد لما يشوف الاب بيضرب الام تهون على الولد، وبعد كده يعلي طب صوته ما في عليها، أولاد، ما انت ابويا بيضربك. ما في أولاد بتقف مع مثلا مع الأب في في جانب قصاد الأم، قدام أو مع الأم قصاد الأب؟ بالظبط كده طب على ده حسب. من الناحية الدينية إيه؟ ما هي دي بقى العيل على حسب مين اللي اتأثر بيه اكتر. هو اتأثر بأمه شايفها ضعيفة فهيقف في صف امه قدام ابوه. طب ليه الام توصل لدرجة ان تكره الولاد في ابوهم؟ وليه الاب نفس النظام؟ حتى تلاقي المشاكل اللي بتحصل في المحاكم، الواحد تاخد الولد من هنا تقعد تقول له ابوك بيعمل وبيعمل وبيعمل ايوه تكرهه. اه ما تتوصلش طبعا. نفس النظام الاب بيعمل كده. شوف امك سابتك اي ما بتسألش عليك. المفروض ان احنا بنربي زي ما قلنا في الاول خالص، بنربي بافعالنا، بنربي تمام. بافعالنا مش بنربي بكلامنا. الفعل اقوى تأثيرا من القول. واحد كان اسمه عون المزني، عون المزني، امه نادت عليه، تخيلي رد عليها بس درجة صوته عليت عن درجة صوت امه لما نادت. يعني هي قالت له يا عون، هو قال لها نعم، فعلي الصوت. يقول لك كفر عن ان هو علّى صوته على صوت امه واعتق رقبتين. دي حاجة. حاجة تانية، واحد تاني اسمه عمر بن زر، كان ابنه مشهور ان هو بيبر ابوه جدا، فبيسأله عمر بن زر بيقول له كيف بلغ بر ابنك بك يا عمر؟ قال ما مشيت نهارا الا مشى خلفي، وما مشيت ليلا الا مشى امامي، تمام. ولا رقى سطحا انا تحته. ازاي هسدس على السطح اللي ابويا قاعد تحتيه؟ مشي بيمشي بالنهار قدامه ليه؟ او بيمشي وراه بالنهار ليه؟ عشان احتراما لابوه قدام الناس، بيجل لابوه. طب وبيمشي بالليل قدامه ليه؟ قال لك عشان لو طالع عقرب ولا طالع تعبان ولا ديب ولا اسد ولا اي حاجه من الحاجات اللي كانت في الصحراء زمان، يبقى امن ابوه وحماه. زي النبي، زي ابو ريت بكر. احنا نفسنا ابو بكر ترجع ما كان بيعمل كده مع سيدنا النبي. للأخلاق دي، ترجع تاني زي الأول. والله نعيب زماننا ولا عيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. احنا في كذا حاجة ليها، دي من أكبر العوامل اللي هي برضو بتسبب خراب الأسرة. مش هنقول مثلا اللي هي عقوق ضياع والدين القدوة، مثلا، ضياع القدوة المتكررة. في قدوة في البيت وفي قدوة في المجتمع. قدوة البيت ديت اللي هي الأب والأم، أنا وارث من أبويا حاجات بربيها في عيالي، بغرزها في أولادي. المجتمع فيه حاجات معمولة المفروض المجتمع يبقى عليها، إنما إحنا كمجتمع بدأنا نبص للمجتمعات تانية، وبدأنا ناخد ثقافات مجتمعات تانية ونسيب ثقافتنا إحنا اللي هي الأصل. اللي هي كان الدكتور صوفي أبو طالب في مرحلة الدراسات العليا كان يقول لنا إيه؟ كان العلم، شوف الكلمة، كان العلم في القرن العاشر الميلادي الرابع الهجري كان العلم يتكلم العربية. احنا بقينا على كده؟ لا ما بقيناش على كده. دلوقتي احنا كل حاجة عندنا دول الغرب، دول متقدمة، دول الحديثة، انما اصولنا احنا ودياتنا ناخد احنا الحاجة ما من غير بنبصش عليها. ما نبص عليها. بينما لو بصينا عندنا هنلاقي عندنا فطحلة في كل شيء، والله في كل شيء. طب اساسه ابن سينا ما شاء الله، ما ترك الاولون لنا شيئا حتى نكمله. ما فيش حاجة سابوها عشان احنا نكملها حتى، او ان طب احنا نخترعها. في اولاد مثلا، هو الابن اللي بيبقى عاقب والديه بيبقى عايز يتوب مثلا، حس بغلطه وعايز يتوب، هل توبته بتبقى مقبول عند ربنا؟ سبحان وبرده الله. في حاجة تانية، في اولاد بتعوق والديها وللاسف ممكن يتوفى احد الوالدين تمام فبيرجع يندم. تمام طب هل في صدقة مثلا بيطلعها، ولا هيعمل ايه طيب عشان يتوب مثلا ربنا؟ هي أول حاجة إن يتوب من عقوق، من بر الوالدين أو من عقوق الوالدين. أولا هل توبته مقبولة ولا لأ؟ مفيش توبة مش مقبولة، دي لازم نبقى قاعدة عندنا. وهو الذي يقبل التوبة، وهو الذي، شوف قدم كلمة القبول على التوبة نفسها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. التواب الرحيم. اه فربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة. طيب أنا تبت، إيه هي بقى شروط التوبة؟ ده لو أمي وأبويا لسه عايشين. أولا الندم إن أنا عملت كده. طيب العزم ان ما ارجعش لكده تاني. الاقلاع. طيب حاجه تانية، اذا كان في حق من حقوق العباد اروح اعتذر لابويا وامي. طيب ابويا وامي ماتوا، اعتذر ازاي بعد ما فقت بقى وهم ماتوا خلاص وما فيش حاجه خالص؟ اعمل ايه؟ قال لك كثره الدعاء. واحد بيسال الحسن البصري يقول له كيف اعلم اني صالح؟ قال اذا كنت تدعو لابيك فانت رجل صالح، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او ولد صالح يدعو له. فعلامة الصلاح بتاع الولد ان هو يكون بيدعي لابوه. بتدعي لابوك يبقى انت صالح، مش بتدعي لابوك يبقى انت مش صالح. حتى الدعاء بيرد. حتى يعني بص لحضرتك، مش الدعاء بس، يعني كان في واحد بيعمل كولدرات قدام الجوامع، ف
فكل يوم التاني يسأل على جامع، يا جماعة في جامع قدام، مش كولدير أو ما فيهوش كولدير؟ يقول له أه، يروح يشتري كولدير ويحطه في الجامع، يروح يشتري كولدير ويحطه في الجامع، لغاية لما جه في يوم بيسأل على جامع بيقول لهم الجامع ده ما جبتش فيه كولدير، قالوا له لا أنت بعت كولدير من أسبوعين، قال لهم ما جبتش حاجة، بص في القايمة ما لقاش عنده حاجة. فبيقول لهم مين اللي جابه؟ قالوا باسم حضرتك موجود أهو، الاسم موجود باسم حضرتك أنت. قال لهم أصل أنا ما جبتش. قال لهم مش عارفين. فقعد في البيت كده بيبص في الأوراق، لقى ورق ابنه ان هو جايب كولدير وحطه باسمه في الجامعه الفلاني، فنده على ابنه بيقول له انت جبت كولدير حطه في الجامعه الفلانيه باسمي؟ قال له ايوه، لان من شهر كده قعدت معاك، فبقول لك انت تحط في كل جامعه كولدير ليه؟ قلت له صدقه عن ابويا وامي، صدقه عن ابويا وامي. فانا قلت طب مين هيتصدق عن ابويا؟ ابويا اتصدق عن ابوه وامه ونسي نفسه، يبقى انا اللي اتصدق عنه. فاللي هو بيعمله لقاه، اتصدق عن ابوه وامه في الجامع بكولدير، هو لقى ابنه بيتصدق عليه في الجامع، ما في جامع تاني بكولدير. هي صوره وبتتكرر تاني او بتتنقل تاني. بس للاسف حضرتك ذكرت في الاول خالص الولد اللي جر امه على السلم وبهدلها، حتى سمعت بعد كده ان الام قالت لا ده هو كان بيضحك ولا بيهزر، رجعت تعتذر عشان خايفه من العقاب عليه. وهي دي للاسف يعني. بص هو بيعمل ايه وهي رد فعلها ايه؟ لا هو بص حضرتك لا ما هو هو بص ما انا زحفها بقول لحضرتك على السلم وضحك، ولو لن هي لا لن بتدفع. تجدي شيء على الكون من اوله لاخره أرق في الحياة من قلب الأم. كان في قصيدة كده بتقول إيه؟ أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا حتى ينال به الوتر، فقال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى وقع، فوقع القلب المعفر إذ عثر، فناداه قلب الأم ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ الله. فدار فظيع خيانة لم يأتها ولد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجاره ليطعن صدره ليكون عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم ولدي حبيبي لا تذبح فؤادي مرتين على الأسر. فبتتكلمي عن قلب الام بقى ده. قلب الام ده حاجه صعبه. لا وانت بصراحه ختمت اللقاء باحلى قصيده، ونتمنى كل اللي بيعوق ام راجع نفسه من تاني، ويا ريت يا ريت نرجع لقيمنا وعاداتنا اللي كانت قبل كده اللي اتربينا عليها، ويا ريت نبر والدين. وبشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده ونورتنا النهارده. وبشكر وكده تكون نهايه حلقتنا وبشكر نهايه فقرتنا. بشكركم ونروح لفاصل ونرجع مره ثانيه.